السلام عليكم على قناة الهندسة المدنية في الجزائر، ومرحبا بكم في حلقة جديدة تكملة للحلقة السابقة من سلسلة تعلم برنامج بلاكسيس 3D. لمن التحق بنا الآن يمكنك الرجوع إلى الحلقة السابقة أو الحلقة السابقة وتبدأ من البداية. وإذا كنت من الذين شاهدوا الحلقة السابقة فلا بأس، ابقى معنا إلى نهاية هذه الحلقة، فهذه الحلقة هي الأهم. أيضا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، وهي التفاعل على القناة يا أحبائي. أقل شيء يمكنكم عمله يعني إذا شاهدتم، سواء شاهدتم الفيديو أو لم تشاهدوا الفيديو، ومشاركته، يعني خذ الرابط وشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعات الفيسبوك أو مع أصدقائك، ربما يفيدهم الفيديو أو ربما يعني تكون وسيلة لنشر الفائدة. إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهد فيها فيديوهات القناة، لا تنسى أن تشترك معي وتفعل الجرس ليصلك كل جديد ولتصلك الحلقات القادمة. إذن توقفنا في الحلقة السابقة في هذه المرحلة، وهي مرحلة الـ Staged Construction، يعني مرحلة البناء. يعني في الحلقة السابقة وضعنا السويل، ثم Structure، ثم المش، وبعد ذلك وصلنا إلى هذه المرحلة. إذن لو نشاهد هنا لدينا initial phase، يعني الحالة الابتدائية، الحالة التي تشاهدونها أمامكم، يعني بلاكسيس سيقوم بحساب الحالة الأولى. هل تسمعون صوت المطر؟ يعني خيرات، أتمنى أن يكون الصوت يصل جيدا. إذن نضغط هنا add phase، يعني إضافة مرحلة جديدة. نضغط ضغطتين تأتي لنا هذه النافذة هنا، إيدي نسميها excavation، يعني مرحلة الحفر. في هذا المشروع الخاص بنا سنقوم بحفر، يعني سأشرح لكم العملية، سنقوم بعملية الحفر، ثم بعد ذلك وضع جدران الاستناد، ثم بعد ذلك وضع الأساس. وبعدما نقوم بوضع الأساس نقوم ببناء البناية الخاصة بنا، لكن في هذه الحالة سنمثلها على شكل قوى. نأخذ قيمة تقريبية للبناء، وبعد ذلك نمثل القوى الخاصة بنا، ثم نشاهد الديفورميشن أو التحرك الخاص ب أو كيف تحركت التربة الخاصة بنا. إذن نسمي هنا excavation start from phase، يعني ابدأ من المرحلة، يعني initial phase، يعني بمجرد أن تنتهي هذه المرحلة سيبدأ هذه المرحلة. نضغط على OK، ثم هنا نضغط يعني أين هي المنطقة التي نريد أن نحفر فيها هذه. نضغط هكذا بزر الفأرة الأيمن، ثم نضغط هذه يعني deactivate أو يعني deactivate، يعني تقوم بحذف هذه العنصر. الآن قمنا بعملية الحفر. بعدما قمنا بعملية الحفر نقوم بإضافة المرحلة التالية، وهي كما قلت لكم وضع جدران الاستناد والأساس. سنسميه rift slash wall. هكذا، ثم start from phase excavation، ثم هنا calculate tip، لدينا plastic consolidation dynamic، هنا نحتاج plastic نتركها كما هي، ثم نضغط OK. الآن نضيف المرحلة هنا. في هذه المرحلة الثانية يجب أن يعني هنا لو تلاحظون لدينا التربة فقط، لو نترك التربة كما هي كأننا لم نقوم بأي شيء، كأننا في المرحلة الأولى. الآن سنقوم بالذهاب إلى بليت. لو تتذكرون في الحلقة السابقة وضعنا البليت، وضعنا هنا لو تلاحظون الأساس وجدران الاستناد، قمنا بوضعهم في هذه المرحلة. الآن نضغط add، ضغطتين loads، يعني السرفس لود أو الحمولات الخاصة ب
المبنى الخاص بنا كما قلت لكم سنأخذ قيمة تقريبية، أعتذر على continue application لحظة فقط، فقط مجرد خطأ هنا الآن loads. الآن سنقوم بإضافة الحمولات. هنا surface load لو تلاحظون هكذا قمنا بإضافة قيمة تقريبية قدرها 50 كيلو نيوتن، كأن هذا المبنى أخذنا مثلا 8 كيلو نيوتن على المتر مربع في كل طابق مثلا، أو 10 أو كما تريد، هذه أخذنا فقط قيمة تقريبية لكي تفهموا. الآن بمجرد أن انتهينا من هذه المراحل سنضغط هنا select points for curves، يعني أو النقاط التي يعني نركز عليها والتي سنطلب من البرنامج أن يحسبها بدقة. لحظة فقط، هنا select points، يعني عندما تحدد نقاط ستتحدد هنا، لدينا مثلا سي هذا فقط، لدينا البي والأ كما تلاحظون هنا، البي والسي والأ، نضغط ابدات ثم نضغط هذه الضغطة كالكوليت. سيقوم الآن بحساب كالكوليت سايزس، يعني سيقوم بحساب جميع هذه المراحل، وسأعود إليكم بعدما ينتهي من الحساب لأنه قد تستغرق بعض الوقت هذه العملية. سأعود إليكم بعدما ينتهي من عملية الحساب. إذن كما تشاهدون بعدما انتهى من الحساب في المرحلة التالية، لاحظوا ماذا ظهر لنا هنا، ركزوا جيدا معي. في هذه المرحلة في الإكسكافيشن صار لنا أو حدث لنا انهيار، شاهدوا بأنفسكم ماذا حدث. لو تتذكرون قبل قليل قمت بوضع يعني الحفرة، أو تركت هذه الحفرة على حالها، يعني لم أقم بوضع جدران الاستيناد في المرحلة الثانية، يعني تركتها، يعني تعمدت ذلك لكي تشاهدوا ماذا يحدث. لاحظوا لو نذهب إلى Deformation Total Displacement ثم نضغط على O، لاحظوا ماذا حدث هنا، تحركت هذه الجهة، وهذه الجهة فيها أكبر قيمة هنا، تحركت ب2.93 متر. تخيلوا ماذا حدث هنا، يعني هذا الجدار يكون قد وصل إلى هنا، وبالتالي البرنامج بمجرد أن حدث للمودل هذا الخلل توقف عن الحساب. أما بالنسبة للإنيسيال فاز فلم يحدث أي شيء لأنه لم نحفر ولم نقم بأي شيء. الآن شاهدوا ماذا سنفعل، سنقوم بإزالة هذه المرحلة excavation. لماذا؟ لأننا في المرحلة الثانية رافت وال قمنا بالحفر ووضع جدران الاستيناد والأساس، يعني ستلاحظون هنا أنه انطلاقا من نوعية هذا التربة، هذه التربة لا تتحمل الحفر وتركها بدون جدار استيناد، رغم أن العمق كما ذكرنا سابقا ليس بالعمق الكبير، إلا أنه يجب وضع جدار استيناد مباشرة. لاحظوا عندما نقوم بعملية الحساب الآن سنعيد العملية وسننتظر البرنامج إلى غاية أن يقوم بعملية الحساب ثم أعود إليكم. إذن كما تشاهدون هنا بعدما قمنا بحذف تلك النقطة ووضعنا الريفت وال مباشرة بعدما قمنا بالحفرة ووضعنا الحمولات، قام البرنامج بعملية الحساب مباشرة. الآن دعونا نلقي نظرة على النتائج الخاصة بعملية الحساب.
لو نشاهد هنا بالنسبة لي الانيسيال فاز، انيسيال فاز هنا توتال، ثم نضغط على نحن نحتاج ال او يعني الديبلاسمنت او، نضغط على ليفت وال، شاهدوا ماذا حدث. يعني لا يوجد او هنالك تحرك لكن ليس كالمرة السابقة. لاحظوا مقدار التوتال ديبلاسمو لو نحن نحتاج بالنسبة إلى إكس وبالنسبة إلى إيجراك. لأن هنا يعني لو نختبر التحرك أو مقاومة جدار الاستناد للتربة سنحتاج إلى الإكس والإيجراك، يعني إكس و إكس هكذا و إيجراك هكذا. إذا deformation total displacement سنجرب أو إكس. بالنسبة إلى أو إكس تحرك بمقدار يعني 6×10⁻³ متر، يعني مقدار صغير جدا. بالنسبة ل إيجراك 4.5×10⁻³ أيضا، يعني مقدار صغير جدا مقارنة بال الحفلة كما يقول لها صاحب قناة الأسجيو تكنيك، ربي يذكره على خير. الحفلة يعني تحرك الجدار باثنين متر. لو الآن سنختار الأوزد بدون حمولات، لو تشاهدون هنا هذا المنطقة في الجدار نزلت إلى الأرض أو حدث لها شبه يعني كأنها هبطت إلى مستوى، لاحظوا 9×10⁻³. الآن سنبحث عن ماذا حدث تحت الأساس. سنذهب إلى بليت هنا ونزيل البليت هذا والبليت هذا. لاحظوا أكبر مقدار للتحرك أو أكبر هبوط كان في مركز الأساس هنا، وهو 9×10⁻³ متر، يعني ليس بالمقدار الكبير جدا. الآن سننتقل إلى المرحلة التالية وهي عندما أضفنا اللودز، يعني عندما أضفنا الحمولات. شاهدوا القيمة عندما أضفنا الحمولات. إذا لاحظوا بعدما قمنا بإضافة الحمولات لودز، شاهدوا ماذا حصل. لا يوجد أي هبوط في هذه المنطقة. هي فاز 3 لودز deformation total displacement وزد، لا يوجد، فقط مقدار صغير جدا مقارنة بالمبنى قبل وضع الحمولات. إذا أترك لكم التعليق على هذه الظاهرة، ماذا حدث للتربة ولماذا هي في الأصل يجب أن يعني يزيد مقدار الهبوط عندما نضيف الحمولات، لكن هنا لم يزيد. شاهد كان، لاحظ هنا 7×10⁻³ و يعني مينيموم فالور، و 9×10⁻³، يعني واحد سالب واحد موجب. الآن بعدما أضفنا اللود لاحظوا القيمة كم أصبحت، يعني نقصت القيمة مقارنة بالقيمة الأولى. إذا أترك لكم التعليق أو وضع الملاحظات بخصوص هذه النقطة. إذا أردتم أن نقوم بعمل حلقة أخرى أخبروني في التعليقات، ولا تنسوا أن تخبروني بالنسبة لهذه النقطة لماذا لم يتحرك الأساس أو
المود الخاص بنا بالاتجاه أوزاد. إننا نلتقي في الحلقة المقبلة، لا تنسوا أن تدعمونا بلايك وأن تشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.